هلا هون كانت هو على زمانه مهمشي، ما في نظام يا ابن الحلال، ما في. هاي نفس الدين، نفس الدين اثنين هذول. اكيد ما عم يحسن لاسرائيل، عم يجي يتفشفش عليه، لا يضرب اسرائيل فينا، بيقتلوه هن، بيعفسوا عليه، بيجي لعنا بتفشفش فينا. هلا هون كانت هو على زمانه مهمشي، هلا صار يعني في امور يعني احسن من قبل، عم ينتقم منا. يعني هو هدفه اخر يضرب المدنيين، عرفت شلون؟ يوقف الحركه في البلد كلياتها، ما بصير شغل، لا بصير عمل، لانه خنزير ما عم يقتل غير هالمدنيين. هذا جاي على الصناعه مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا، جاي يترزق والله ما اشوفه طب موت. اخي فش طهره هون المدنيين، عم فش طهره، يعني المدنيين شو ما لهم شيء. هو ارهابي مثلهم، يعني ما فرق شيء، هن خنازير، هو خنزير مثلهم. هاي نفس الدين، نفس الدين اثنيناتهم، هو واسرائيل دينهم واحد، ويمكن هو انجس لسه من هذول، يمكن هذول عندهم شويه رحمه بالضرب، هون مقصود بيضرب المدنيين. والله اضرب من بعضهم، اضرب من بعضهم، ها محل ما يعني محل ما بيقول المثل، حطه هون طلع هون. شو يعني اسرائيل؟ شو بشار الاسد؟ كلهم طاغي، ان كان هذا عم بيقصف مدني وان كان اسرائيل عم بتقصف مدني. يتقي الله بهالعباد، يتقي الله بحاله، بس ما اكثر. ايش بدي اوجه له رساله؟ يعني هاي العالم اللي عم بتروح حساب مين؟ عم بتروح حساب مين؟ هذا الدم اللي عم بيروح كلياته، اطفال مدنيين، ايش ذنبه نودي؟ الله ينتقم منه، يخلصنا منه اهون سبب بقى، والله يفرج هيك من عنده. اذا واحد مجرم قصدك توجه له رساله؟ بتحسي توجه رساله لمجرم؟ ما بتحسي. هي شو ما في نظام اصلا، يعني اللي عم يضربونا ما في نظام، ايراني روسي ما في نظام يا ابن الحلال، ما في. اني يعني اللي عم يضربنا يعني روافض كلها عدم مؤاخذ، يعني النظام المجرم ما في، ما لنا غير نشيل لله عز وجل. باذن الله ايامه معدوده، وباذن الله طالما عنا مجاهدين صادقين، باذن الله النصر قريب باذن الله تعالى.